أهلا بيكم. يعني طبعا الصحافة ما نقدرش نستغنى عنها، لأن الصحافة هي جزء كبير جدا من إعلام أي دولة ومن إعلام العالم بشكل عام، لأن هي بتنور على حاجات معينة وبتكتب حاجات معينة. وصدقوني الصحافة المهنية مهمة، مهمة لأي بلد. كل حد يتصور أنه يعني أنا صحفي هعمل إيه، لا، صحفي مهم، الصحفي المهني المحترف اللي بيعرف يبرز ليك المعلومة، يقدم التحقيق بشكل جيد، وكمان يحترم القارئ اللي يعني هيقرأ هو الموضوع في النهاية. خليني تفاصيل أكثر مع جوائز لصاحبة الجلالة، مع ضيفي الأستاذ محمد الكاتب الصحفي محمد الصاوي، موقع مصراوي، والجائزة الأولى تحقيقات عمل مشترك وتحقيقات. أنا هخليك أتكلم عن كل التحقيقات الأولى. ببارك لك على الجائزة. الله يبارك فيك أستاذ. والجائزة أيضا يعني من الجوائز أيضا جريدة الأخبار، الكاتب الصحفي أحمد سعد، لازم تغير اسمك بعد نجاح أحمد سعد. وطبعا جائزة يعني اللي هو يعني جائزة الحملات الصحفية، وبرضه هخليه يقول لكم تماما هو قدم إيه. طيب هنبدأ بأستاذ أحمد سعد. يعني طبعا بيحصل مشاكل ما بينك كتير وما بين المطرب احمد سعد دي. يعني شوية. طيب كلمني عن الجائزة، الجائزة كانت عن ايه؟ الجائزة كانت عن حملة صحفية أنا عملتها في بداية 2021. كانت مغامرة صحفية استمرت لمدة يومين داخل مستشفيات العزل، عزل كورونا. كانت معايشة مع المرضى والأطباء وأطقم التمريض والأطقم الفنية. كنت بحاول أنقل الواقع في شكل قصص إنسانية للجمهور بره. الجمهور جوه ما كانش عارف إيه اللي بيتم في مستشفيات العزل. كنت بحاول أنقل الصورة، بحاول أعمل دعم للمرضى والأطباء والأطقم الأطقم الطبية، بحيث إن اللي بره يبقى شايف. طبعا العامل النفسي في الوقت ده كان صعب جدا، كانت في مرضى كتير بتدخل منهارة نفسيا وربما يفقدوا حياتهم، مش عشان خطورة المرض بل بالعكس عشان الحالة النفسية وعدم القدرة على التواصل مع الأهل. لا، وهنا أنت خروجك، لأن الناس كلها كانت معزولة عن بعض، فأنت كنت عين الناس اللي عايزة تعرف إيه اللي بيحصل، إيه الحقيقة فين؟ ده حقيقي إن هي كانت مغامرة. طبعًا يعني كنا إحنا الجريدة الوحيدة اللي دخلت مستشفى عزل. طبعًا الأطباء والأطقم الطبية كانت مستغربين إزاي الصحفي يجي ليهم لحد المستشفى. طبعًا أخذنا الإجراءات الوقائية اللازمة، ابتدينا البدل والماسكات والحاجات زي دي، دخلنا حضرنا يعني طريقة إسعاف المرضى في الرعايات المركزة بتتم إزاي، اتكلمنا مع مرضى كتير، اتكلمنا مع أطباء، عشنا اللحظات الأخيرة في حياة كل مريض، في حالات وفاة. أنت أكيد عملت حملات كتير، بس أكيد كنت سعيد بالجائزة عن هذه الحملة. هي الحملة دي كانت مميزة بالنسبة لي لأن هي كانت في وقت صعب طبعا. مفيش حد بيحاول ينزل أصلا، الناس كانت بعيدة عن بعض، فكانت يعني أن أنت تنزلي في وقت زي ده تحدي. أسرتي مثلا كانت رافضة أن أنا أنزل طبعا. فانت كنت بتنزلي من وراء اهلك مثلا تروحي مستشفى عزل، فده كان تحدي. هي دي المهنية، كان في خطوره على حياتك برضه، كانت في خطوره على حياتنا، بس أكيد. الحمد لله عدت. بس دلوقتي اسرتك لما هتعرف الجائزه هيبقوا حاسين انه ده تمام كده. اكيد طبعا. طيب خليني اروح لمصراوي، يعني الكاتب الصحفي محمد الصاوي. كلمني بقى عن الجائزه، الجائزه جت نتيجه ايه؟ اللي اتكتب ولفت هذا الانتباه وخلاك تتميز فيها؟ هو الأول موضوعي أنا وزميلي الأستاذ سامح غيث. الموضوع ببساطة بيتكلم عن ظاهرة الصقر المستشري أو المنتشر في البلاد، ظاهرة سيئة وسلبية مستشري في مصر منذ زمن. تناولنا الموضوع بشكل مختلف شوية عما تم تداوله من قبل. أخذنا الزاوية بتاعة السيدات ودورهم سواء السلبي أو الإيجابي في عملية الصقر، سواء بتزكية الظاهرة، وكان في النادر وكان نماذج نادرة شوية اللي حاولوا يخمدوا الظاهرة ويوقفوا سلسال الدم عندهم. واخدتوا السيدات الطار، يعني انت بتتكلم على الطار والسيدات، بحيث ان هم اللي بيحصل بالظبط، يعني بالزبط. هم يقدروا يهدوا المسألة دي ولا في البيوت ولا لا؟ هو في البيت السيدة بيبقى لها دور كبير، واحيانا بيكون يتجه الى الشر شويه في موضوع ان هي تدفعه، يعني تقول له لا لازم تاخد طار ابوك، طار ابن عمك، طار مش عارفه مين بالظبط. دي النماذج اللي احنا قابلناها. واحيانا كانت لما بتعجز عن اشعال الازمه كانت بتتجه هي بنفسها. يعني شفنا ده في الدراما،
يعني هي تحمل السلاح بعد كده وتتجه يعني. بس للاسف الواقع كان اشد مراره وصعوبه. يعني الدراما بتخفف الدنيا. طبعا. انت خدت كمان جايزه قبل كده من دبي. اخدت دبي عن تحقيق تصريح قتل. تصريح قتل ده ايه الموضوع؟ الموضوع ببساطه عن الاخطاء اللي بتتم في عمليات اعطاء او اصدار تصاريح الدفن الخاصه بالاطفال المتوفين. بيحصل بعض الاهمال في توقيع الكشف الطبي على الاطفال، فالطب الطفل بيبقى معرض لعمليه قتل، ونتيجه عدم المناظره الجيده بيتم اصدار تصريح الدفن على ان الوفاه طبيعيه، الى ان يكتشف بالصدفه بمرور الزمن انه كان مقتول. فبرضو دي يعني تحقيقات مهمه. طب انا بدوري هنا هسالكم حاجه مهمه جدا، كلنا مش هنتكسف نقولها، احنا يعني كلنا بنقعد نقول عايزين ان يعود زمن المهنيه والاهتمام يعني الاحساس برضو بالتقدير مهم، يعني ان انت كصحفي تتعب تكتب ترصد ظاهره في المجتمع توصل فتاخد عليها جايزه، بنسبه قد ايه ده بقى موجود؟ انا بالنسبه لي ده العام الثاني على التوالي باخد جائزه نقابه الصحفيين بسبب الشغل والتحقيقات اللي انا بعملها والحملات الصحفيه. انا شايف يعني الى حد ما لا بنتقدر، الجمهور بيبقى فيه صدى ورد فعل التحقيقات الحلوه الكويسه بتاعنا، التحقيقات اللي بتمس المواطن بيبقى لها صدى حلو حتى عند المواطن وعند المسؤولين، برضو بيبقى فيه صدى لو رصدنا حاجه سلبيه او حاجه يعني سلبيه بيتم معالجتها وبيتم بيبقى فيه صدى حلو. إلى حد ما هو اجتهاد من كل صحفي، بس كوضع عام الوضع مش أحسن حاجة، بس في النهاية كل صحفي ليه مساحته. المهني هو اللي بيحافظ على المهنة. هو اللي بيثبت نفسه، هو اللي بيثبت نفسه. أنا دايما أقول إنه المهني هو اللي بيحافظ على المهنة، لأنه مهنة الصحافة دي مهنة جليلة ومحترمة صاحبة الجلالة، فلو كل مهني بيقدر يحافظ عليها هنفضل محافظين عليها حتى طبعاً. لو كان في شوائب هنا او هنا. الصحافه الجيده بتفرض نفسها في اي وقت وفي اي زمن، بس على الصحفي ان يبرزها بالشكل الامثل. طب محمد انتوا جيل جديد، فالجيل الجديد عنده فرصه التنوع والانطلاق وايضا انه يحط تحقيقاته دي على السوشيال ميديا وانه يتلقى رد الفعل، ده بيحصل؟ طبعا. الوسائل الجديده بتدي فرصه للتفاعل بشكل اقوى، بس برضو بتبقى بتدخلنا في مجال منافسة قوي، يعني ما كانش موجود أيام الصحافة الورقية طبعًا. بشدة يعني. فتبذل مجهود أكبر طبعًا. شايفين بتشوف أحياناً أن السوشيال ميديا في ناس يتخيلوا، يعني الناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا حتى الناس العادية يتخيلوا أنه والصحفي بيعمل إيه، ما أنا بكتب هو ممكن أحقق وبيقعدوا يصوروا الموبايل يعني طبعا صحافة السوشيال ميديا لا دي مش صحافة. هو بيسمي نفسه كده. لا أركان الصحافة كتيرة متعددة، وعشان أقول أنا صحفي لازم بوثقت أكتر من حاجة وعملت أكتر من خطوة عشان أقدر أقول العمل اللي أنا بقدمه أو الفيديو ده فيه بتتوفر فيه أركان الصحافة. أركان الصحافة علشان تتحقق الموضوع مش سهل تماما طبعا. ممكن تسألي أستاذ أحمد وزمايلنا بره كتير، عشان يعمل عمل صحفي جيد بتتوفر فيه كل اركان طبعًا. الصحافه المهنه بيتعب قد ايه؟ طبعا المساله مش بالساهل ابدا خالص 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 خالص. الجائزه تديك احساس انك تعمل حاجه ايه؟ يعني بتفكر تعمل ايه؟ طبعا ده بيمثل لنا تقدير من النقابه، تقدير من الناس، تقدير من القائمين على المهنه. يعني كملوا رساله ان انتوا كملوا، انتوا في المسار في المسار الصحيح. طبعا. أستاذ أحمد وأنت جريدة الأخبار، يعني اللي هو يعني حاجة كبيرة عندنا جدا، التحقيقات في الزمن الحديث مختلفة، إيه صعوبتها وإيه سهولتها؟ يعني إيه الأشياء الصعبة وإيه الأشياء السهلة أكتر من زمان؟ حاليا دلوقتي الوسائل المتاحة لنا سواء التصوير، إن أنت تحط التحقيق بتاعك على السوشيال ميديا، المواقع الإلكترونية، دي حاجة سهلة، وسائل بتفرض نفسها ولازم تستعيني بيها في التحقيق بتاعك. الحاجة الصعبة شوية ممكن التعامل مع المصادر، بعد الشيء بيبقى فيه بعض الصعوبة خصوصا في الفترة الحالية، بيبقى فيه حذر شوية من المصادر ان هي تتعامل معانا. مساحة المعالجة يمكن بتكون مش افضل حاجة، بس بنخلق لنفسنا مساحات بنقدر نعالج فيها قضايا معينة بطريقة مهنية، طبعا ما بتجيش على حق حد. في النهاية بيكون مصلحة القارئ ومصلحة ما يهم الجمهور طبعًا. هو الاساس في المعالجة بتاعتنا في اي أكيد. حاجة. لكن في النهاية يعني اعتقد الوضع
ماشي يعني شغال مش اكيد يعني لا متفضل. اكيد وطول ما احنا عندنا ناس مهنيه وبتحقق تحقيقات حلوه كده يبقى احنا مطمنين. بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي استاذ احمد سعد، وبشكرك جدا الكاتب الصحفي محمد الصاوي، واتمنى لكم يعني مزيد من المهنيه ومزيد من النجاح باذن الله.